تجرى القصيد وتغنى برغبة وشهود حال سريع ما تنى بجاه الرسول عند الكريم نتمنى آخر اليوم نموت على الكتاب والسنة سند بالرسول أحمد إمام السنة بين المسلمين يقسم نعيم الجنة شافع المذنبين يوم النهار برنا المولى الكريم أعطاه من ميلاد الرسول في مكة ليل يا هلا النهر انفقد والنار حالا شنا القصر انهدم شراف شاف البنا رئيس الكافرين اصبح طفطف جن قالوا المشركين هذا الغلام محنا ومهما نحكي قول يعلم كلامنا القنا كيف الرايد حين هذا الامر لومنا واخيب على دقون الكل نتبوم ابليس ابليس قال لهم يا غمر راجلنا وسوى اسحار بقبض التراب خجل نومنا الجميع وعبنا ما عجلنا سكان مكة قالوا تعبنا وذجلجل يتلم الصباح قالوا الأمر لومنا ومن كافة عباد تصنامنا إذ عطل رايكم تمموا لا يكشف باطنا لمولاد غريش النخل منه وطن قال لهم سراق الغاري نحن وصلنا وفتشناه زين شي فيه ما حصلنا الراي يرجعون في بيوتنا ناخذ صلنا خبر كان بعيد وكان قريب يوصل آيات الرسول الحب زين ما كنا داخل في الفؤاد من الطفال ساكن الصيد النفور يرتع قريب يدنا يشكي للبعير يبكي ويرث فلحا قال الراوي في دار الخزاع نزلنا وبيح البشي بيح العشفاء استأذن مساها الرسول مجهودنا كله بذلنا أعياءنا الحليب حتى الأواني وزن يتوجه مدينة فيها جات منا وبخبر القبائل كلهن علما لاقوه السعاد قالوا له بك منا يا أطيب الأصل بك طبنا وطاب زمن صلى والسلام عد النبات للحنا الصلاة والسلام ترضي الرسول مخزنا بآل الجميع وأصحاب الأحيو السنة يلقى أبا بشريع جوار بطن الجنة صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. نرجع نتوقف.